إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثمرات الإيمان. الإيمان تتجلى حقيقته في ثلاثة أمور: الأول تصديق بالقلب، الثاني إقرار باللسان، الثالث تطبيق بالجوارح والأركان. فإذا غرس هذا الإيمان في القلوب أثمر، فشجرة الإيمان شجرة مثمرة لها العديد من الثمرات، منها السكينة التي تملأ القلوب، فالمؤمن يكون قلبه مطمئنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والسكينة نعمة من نعم الله التي يغرسها في قلوب المؤمنين، كما قال ربنا في سورة الفتح في الآية الرابعة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه السكينة هي التي ملأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج عنوة من مكة فهاجر إلى المدينة، وفي الغار مع صاحبه نزل القرآن يسجل ذلك الأثر، يسجل ذلك الحدث، كما في سورة التوبة في الآية رقم 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النتيجة: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه الثمرة الأولى من ثمرات شجرة الإيمان المغروسة في قلوب المؤمنين. والثمرة الثانية ذات بعد اجتماعي، تتمثل في الأخوة الجامعة التي تربط بين المؤمنين على اختلاف أجناسهم وأقطارهم وألوانهم، كما قال ربنا في سورة الحجرات سورة الأخلاق الآية العاشرة: إنما المؤمنون إخوة. هذا الرباط الذي لا ينقطع في الدارين في الدنيا وفي الآخرة
حيث تتقطع جميع الأواصر وتبقى هذه الآصرة ثابتة قائمة، إنما المؤمنون إخوة. والثمرة الثالثة تتجلى أيضا في العمل الصالح، هذا العمل الذي يتعدى حدود الذات، النفع يتعدى إلى الغير، وكلما تعدى النفع إلى الغير كلما تقلصت الأنا في قلوب المؤمنين. قال الله تعالى في سورة التوبة في الآية الخامسة بعد المئة الأولى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى في آخر آية من سورة الكهف الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ومن ثمرات شجرة الإيمان الرجولة التي يصنعها الإيمان في قلوب الناس، والرجولة عملة نادرة، الرجولة عملة نادرة ذكرها الوحي الطاهر في عديد الآيات، منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب الآية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وجاء ذكر الرجولة في عديد الآيات، منها: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن الرجولة صناعة إيمانية وهي ثمرة من ثمرات الإيمان. ومن ثمرات الإيمان أيضا: فما لا يدرك كله لا يترك جله، الثبات. ما أحوجنا إلى هذه الثمرة في حياتنا ونحن نعيش في دار الدنيا العامرة بالهموم بالمفاجآت بالمشكلات بالمنغصات، فنحن في أمس الحاجة إلى الثبات. والثبات نعمة من نعم الله يسديها للمؤمنين، ثمر من ثمرات شجرة الإيمان، كما قال ربنا في سورة إبراهيم في الآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الدارين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لاستثمار أيامه في الطاعات والقربات. اللهم وفقنا لاستثمار لياليه في القربات والباقيات الصالحات. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمائنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.